قناعات ابو ظبي الرياضيه. في البدايه برحب بيكم. عايز اسال الكوتش ايه نقاط القوه اللي هو شافها عند الاهلي في المباراه الاولى، وعايز اسال عمر ازاي استعدته للمباراه، وطمنا على اصابتك، هل هتكون جاهز ان شاء الله لمواجهه الاهلي او لسه في ممكن يكون في شكوك؟ We will face the champion of the Egyptian League. احنا هنقابل يعني بطل الدوري المصري. A team usually with 8, 9, 10 players in the national team. دايما فريق يعني عنده 8 9 لعيبه او 10 لعيبه في المنتخب، ودايما ممكن ساعات تبقى اكتر. African champions. وبطل دوري الابطال. And with a very good coach that help the team to bring to their club a lot of trophies. ومع مدرب كبير برضه ساعد النادي ان هو يجيب لهم بطولات كتيرة. So it will be a very difficult moment. They are very strong. هم قوية جدا وهيبقى ماتش صعب جدا. This idea that they like somehow from one day to another day the Ahly is not strong anymore. يعني من فكرة إن أنت النهاردة من يوم ليوم الأهلي مبقاش قوي زي الأول. Here, this music is like to make me sleep. الموسيقى دي بتخليني عشان ننام. So we must be extremely awake and focused. لازم نكون مركزين كويس جدا وصحيين. Because the strongest points that make Ahly champion and African champion. النقطة الأقوى بتخلي exactly النقطة الأقوى عند النادي الأهلي بطل الدوري بطل أفريقيا هو very strong asking the ball نفس هي موجودة دايما بتلوب الكرة في ظهر المدافعين وفي نفس الوقت على الأطراف كتير each two or three chances and sometimes one من فرصتين أو ثلاثة ممكن من فرصة واحدة very good player الفرقة اللي قدامهم تديهم فرصة بيقدروا يجيبوا أهداف منها فهم أقوياء هم الأبطال so they have strong هم عندهم نقط قوية يعني اكيد طبعا يعني مش هزود طبعا كلام كتير عن كلام مستر جوميز برضو في السؤال ده. اكيد طبعا هتلاعب فرقه كبيره وفرقه محترمه فرقه عندها لعيبه كبيره جدا نحترمها بشكل كبير طبعا جدا. المنافس التقليدي بتاع نادي الزمالك فماتش طبعا بيبقى ليه طعمه مختلف عند الناس كلها زي ما قلت ماتش كل الناس بتحب تتفرج عليه ماتش الناس كلها مستنياه فان شاء الله نبقى مستعدين بشكل كبير للماتش دوت ماتش هيبقى ان شاء الله ماتش كويس يعني. وبالنسبه للاصابه الحمد لله يعني يمكن الجهاز الطبي الحمد لله يعني اشتغل معايا يعني بشكل كبير وان شاء الله يعني ابقى جاهز للمباراه باذن الله.